بيكم من تاني في ذا كلينيك، واحنا النهارده موجودين في اخر يوم من فعاليات مؤتمر كارديو اليكس، ومعانا استاذ دكتور احمد الوسيدي، استاذ جراحه القلب. اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. يا فندم. النهارده حابين نتكلم مع حضرتك عن موضوع مهم، وهو موضوع المايترال ريبير عامه، وفي الاخر حابه اكلم مع حضرتك عن الكورس اللي اتعمل السنه دي في كارديو اليكس. اوكي. فاول حاجه عايز اعرف من حضرتك ايه هو المايترال ريبير، وايه الحاجه اللي حضرتك تحب تتكلم فيها مع الدكاتره عن الموضوع ده. شكرا جزيلا الاستضافه. اولا جراحه الصمام الميترالي اما استبدال او اصلاح. اصلاح الصمام الميترالي ده فن راقي جدا من فنون جراحه القلب اللي هو المايترال ريبير، بيحتاج الى تدريب خاص من قبل الاطباء، وعشان كده عملنا له الدوره السنه دي في كارديو اليكس 2019. ايه هو اصلاح الصمام الميترالي؟ اصلاح الصمام الميترالي هي عمليه بتستهدف الابقاء على الصمام الميترالي، لان الابقاء على الصمام طبعا اذا كانت حالته تسمح مهم جدا للمريض للحفاظ على عضله القلب وللتقليل من استخدام سيوله الدم، وكذلك للتقليل من لا قدر الله تكون الجلطات اللي بيحصل مع الصمامات المعدنيه على وجه التحديد. فاصلاح الصمام الميترالي ما امكن في المريض او المايترال ريبير از فيري جود فور ذا بيشنت، مهم جدا جدا وبيفيده جدا جدا على مستوى الاعراض وعلى مستوى اللونج تيرم ديوريشن ان جنرال. اوكي، احنا عارفين ان السنه دي في كارديو اليكس كان في حاجه جديده من نوعها، وهو المايترال ريبير كورس، وكان في هاندز اون اكسبيرينس للدكتورز. حابب حضرتك اكتر تشارك الدكاتره تتفرج علينا على الموضوع ده، وتشرح لنا كده شويه ديتيلز اكتر عن الكورس. الحمد لله احنا السنه دي عملنا اول دوره للمايترال ريبير، الاول كورس في كارديو اليكس 2019 مع كارديو اليكس، لكن احنا عملناها قبل كده مرتين. الحقيقه كانت ناجحه جدا بفضل الله وشهاده جميع الاطباء. حضر نخبه كبيره من الاساتذه الزملاء من جامعات مصر كلها، من جامعه عين شمس، القاهره، المنوفية، معهد القلب، جامعة اسكندرية، من الخارج حضر كانديديتس عدد كبير. كان في إثراء للمحاضرات وللنقاش بين الخبراء في هذا المجال واللي عندهم خبرة كبيرة وطويلة، وكذلك كان في حضور للكانديديتس يعني كتير قوي أسئلة، وده كان يعني على مدى يومين. اليوم الثاني بيتميز انه كان في تدريب عملي للاطباء في مركز اليكسيا اللي هو الكسندريا اندوسكوبي اسوسيشن، ده مركز متميز جدا ومعتمد للتدريب على اللي هو القلب اللي هو الانيمال هارت البوفاين هارت. واحنا كنا بنعمل ديمونستريشن سيشن توضيحي من قبل الاساتذه اللي موجودين، يشرحوا التكنيكس ويكلموا مع الكانديديتس وهاو تو دو ات، يعني ازاي بيعملوها، وبعدين هم they go into practice sessions ويمارسوا هذه بحيث يطلع mastering التكنيكس وعنده فكره على الاقل قويه جدا هاو تو دو ات. في منهم مدرسين جراحه قلب بتدربوا، مدرسين مساعدين واساتذه مساعدين اللي هم انترستد في هذا المجال. فعلى مدى اليومين الحقيقه كان في اثراء لكل الحضور الحمد لله، وكان في نجاح متميز يعني. الحمد لله دكتور كالعاده يعني، ونتمنى ان احنا مبسوطين جدا بالكلام اللي اتكلمتوا معانا فيه النهارده، ونتمنى ان كل الدكاتره استفادت منه، وان شاء الله نستنى نشوف حضرتك في المؤتمرات الجايه الكارديو اليكس ان شاء الله. وان شاء الله تتكرر دوره اصلاح الصمام الميترالي ودورات اخرى، لان الجمعيه جراحه القلب المصريه اعتمدت الكورس، وكذلك البورد المصري لتدريب في جراحة القلب، وفي اعتماد من الكليات، الجامعة الكلية الأمريكية من برا للتعليم الطبي المستمر، وكذلك من رويال كوليدج في انجلترا. فأنا شايف أن الكورس مهم جدا لكل متدربي جراحة القلب وكل المهتمين بإصلاح الصمام المايترالي. والله يا دكتور ازاي ممكن الدكتور يعني يحب ان هو ينرول فيه؟ احنا عندنا الويب سايت دلوقتي، ممكن يخش على سواء من خلال كارديو اليكس او من خلال alexia.org، وفي موقع للمايترال ريبير كورس، هي كان ريجستر فيري ايزلي، وبيعلن على موعد عن موعد الدورات القادمه باذن الله، سواء في المايترال ريبير او الدورات الاخرى في جراحه القلب. ميرسي جدا حضرتك يا دكتور، وان شاء الله نستنى حضرتك السنه الجايه ان شاء الف الله. الف شكرا.